مع وصول الموسم الكروي في مصر للأمطار الأخيرة، بتظهر مشكلة كبيرة جدا للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيسعى لحلها خلال الفترة اللي جاية، وهي وجود 23 لاعب معارين من النادي الأهلي وبتنتهي إعارات معظمهم بنهاية الموسم الحالي. قائمة اللاعبين المعارين بتشمل فريق كامل، وده اللي بيخلي كولر وإدارة الكرة في النادي الأهلي حيرانة هتعمل إيه مع اللاعبين دول كلهم. وخلينا نبدأ من خط الدفاع واللي بتضم قائمة المعارين فيه سعد سمير المعار لفريق فيوتشر، ومحمد مغربي المعار لسموحة، وميدو حسام المعار للداخلية، ومحمود وحيد الباك الشمال والمعار لطلائع الجيش، وكمان أحمد السيد عبد النبي الباك اليمين المعار للداخلية. ونروح لخط الوسط واللي فيه محمد محمود وعمر حمدي والاثنين معارين للاتحاد السكندري، وكريم ندفيد المعار لفيوتشر، والعربي بدر الموجود في طلائع الجيش، ومحمد خليفة المعار لفريق الداخلية، وأحمد أشرف اللي لعب الموسم اللي فات معار في فريق أسوان. وفي مركز الجناح الهجومي وصناع اللعب معار مصطفى سعد الشهير بميسي مع فريق سموحة، ولويس ميكيسوني المعار في أبها السعودي، ومصطفى البدري المعار لفريق فيوتشر، ووليد مصطفى المعار للداخلية، وزياد طارق مع سموحة، ولكن زياد طارق لسه إعارته هتنتهي الموسم اللي جاي. أما خط الهجوم ففي تخمة حقيقية، والبداية مع والتر بواليا المعار لفريق القادسية السعودي، وحسام حسن المعار لفريق سموحة، وصلاح محسن اللي تم إعارته لسيراميكا كليوباترا، وأحمد سيد غريب اللي انتقل لفريق زد على سبيل الإعارة، وفهد جمعة ومصطفى فوزي المعارين للداخلية، ومحمد ياسر المعار في تبليسي التشيكي. معظم اللعيبة دي موقفها غامض، خصوصا ان كولر حدد طلباته الفنية بالنسبة للتعاقدات مع اللاعبين الجدد، ومفيش حد منهم لفت نظره للعودة للأهلي، بل وكمان عمل قائمة راحلين من الفريق الحالي على رأسها أيمن أشرف وشادي حسين وبرونو سافيو، واللي بعضهم هيرحل عن النادي، وممكن نشوف شادي حسين بينضم لقائمة المعارين.